لم تفلح دعوات السفارة الأمريكية في برلين في ثني ألمانيا وروسيا عن استئناف العمل في خط الغاز نورد ستريم الثاني الممتد من روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. هذا المشروع الذي تعثر بعد عقوبات أمريكية فرضت على الشركات المشاركة فيه وملف مختلف عليه بين أوروبا والولايات المتحدة، فالأخيرة رأت بأنه يجعل من ألمانيا أسيرة لروسيا، ورأت واشنطن بأنه أداة سياسية أكثر منها اقتصادية. على جانب آخر، يرى مؤيدون المشروع بأن الرفض الأمريكي بواعثه اقتصادية أكثر منها مخاوف سياسية، ذلك أن إدارة ترامب صاحبة العقوبات على المشروع سعت إلى إقناع الدول الأوروبية بشراء الغاز الأمريكي ذي الكلفة الأعلى. إذن للمزيد أرحب بضيفي من برلين ناصر جبار المتخصص في الشؤون الأوروبية. أستاذ ناصر أهلا بك، لماذا برأيك هذا الإصرار الألماني على هذا الخط نورد ستريم 2؟ لأنه مجدي من الناحية الاقتصادية، ولأن ألمانيا تعتبر أن الحديث في هذا الموضوع يجب أن يستند إلى قواعد المنافسة في اقتصاد السوق، ومن هنا ولأنه مجدي أيضا بالنسبة لألمانيا. يعني النقاش حول موضوع الطاقة في الاتحاد الأوروبي دائما كان موجودا، لأنه بحسب الدراسات الحاجة إلى الغاز ستزداد في العقود الأربعة المقبلة بنسبة 40% بسبب توقف إمدادات الغاز من الحقول البريطانية والهولندية. ولكن مشكلة الأوروبيين في هذا الموضوع تكمن في شعورهم بأن إدارة دونالد ترامب سيست هذا الموضوع، وهي تعارض استيراد أو تعارض هذا الخط، تعارض استيراد الغاز من روسيا، لأن ذلك ليس لأسباب سياسية، وإنما المسألة تتعلق بوعود انتخابية قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع الطاقة، لقطاع الغاز الأحفوري الفريكينج غاز. ومن هنا المسألة لا تتعال من هنا، لأنها تنطلق من الجدوى الاقتصادية لهذا الموضوع في رأيي. طالما أن هناك جدوى اقتصادية يعني فيما يتعلق بتوفير الغاز بكلفة جيدة لألمانيا ومنها لباقي الدول الأوروبية، كذلك خلق وظائف لأكثر من ربما 81 ألف شخص، لكن كيف ترد برلين على هواجس واشنطن عندما ترى أن هناك مخاطر جيوسياسية متعلقة بأن برلين ربما وبعض الدول الأوروبية لاحقا ستكون رهينة للكريملين؟ يعني هذا الموضوع بالطبع حساس جدا، ولكن اعتقد ان يعني علينا ان نثبت ان المانيا التي تحتضن اكبر اقتصاد في اوروبا تستورد قرابه ثلث امداداتها من الغاز من روسيا. ومن هنا ولكن يعني يجب ان يعني الاوروبيون الالمان، وهنا تشارك في هذا المشروع ليس فقط شركات ألمانية وإنما أيضا شركات بريطانية ونمساوية وفرنسية أيضا في هذا وبلجيكية أيضا. الألمان يعتقدون بأن السبب الذي تسرده الإدارة الأمريكية هو ليس أكثر من رغبة من الولايات المتحدة، والمسألة هنا بالمناسبة لا تتعلق بدونالد ترامب، لأن المعارضة الأمريكية لهذا الخط لم يأتي من الإدارة الأمريكية وإنما جاء من الكونغرس، وهناك إجماع بين الجمهوريين والديمقراطيين على ضرورة معارضة هذا المشروع. أوروبيون يقولون لأن الأمريكيين يريدون بيع الغاز المسال هنا في أوروبا، ولأن الغاز المسال أولا ليس نقيا مثل الغاز الروسي، وتكاليف إنتاجه أيضا غالية، فهذا هو سبب الرفض. لدرجة أن الشركة الألمانية أعلنت منذ يومين إيقاف مشروع في مدينة ألمانية شمالية بيلهمسهافن من أجل وقف مشروع لاستيراد الغاز من الولايات المتحدة. ولكن نعم، بلا أدنى شك يعني أكمل لو سمحت.
يعني بلا أدنى شك هناك طبعا المنتقدون لهذا الخط، سواء تعلق الموضوع بالولايات المتحدة أو بدول أوروبية شرقية يستثنيها هذا الخط. هم يقولون أن هذا بالنسبة لروسيا ليس أكثر من مشروعا سياسيا، لأنه يريد تكبيل الدول الأوروبية الشرقية تحديدا أوكرانيا وبولندا من خلال استثنائها من هذا الخط. ومن هنا يعني هكذا يبرر الأمريكيون، تبرر جماعات الضغط هنا في الاتحاد الأوروبي المؤيدة للولايات المتحدة معارضتها لهذا المشروع. طب اليوم تعتقد أن بمجيء رئيس جديد إلى البيت الأبيض جو بايدن رئيس المنتخب ستختلف الصورة، ستخف حدة المعارضة لهذا المشروع الذي سيغذي ألمانيا بالغاز، أما أن الأمر كما ذكرت يتعلق بالكونغرس وأن الأمر قد يزداد ربما أو يتحول إلى أكثر حدة وإلى المزيد من العقوبات الأمريكية على الشركات التي تعمل في هذا المشروع وقد تأخر موعد الانتهاء من هذا المشروع بفضل تلك العقوبات؟ هذا ما تعمل به الدول المشاركة في هذا المشروع، ولكن كما قلت لأن هذه المعارضة لا تأتي من الإدارة الأمريكية وإنما من الحزبين الأمريكيين، أنا أعتقد أن مجيء إدارة جو بايدن سيرطب الأجواء، تحديدا أن الرئيس الأمريكي المنتخب يتحدث عن علاقات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أنا أعتقد أن بغض النظر عن شكل هذه الإدارة الأمريكية، الأمريكيون سيواصلون مساعيهم وسيواصلون الدفاع عن مصالحهم المتمثلة في رغبتهم في بيع الغاز المسال في أوروبا الغربية، وهذه العقوبات ستستمر. ما جاء من الكونغرس الأمريكي منذ يومين أن العقوبات التي سيتم توسيعها فقط ضد الشركات وليس ضد الحكومات، بما معناه أن العقوبات الجديدة لن تشمل الحكومة الألمانية وحكومات الدول الأوروبية المشاركة في هذا المشروع، وإنما ستقتصر على هذه الشركات إلى حد معين. هذا مطمئن من واشنطن، ولكن أنا أعتقد أن الأمريكيين سيصرون على مطالبهم بهذا الخصوص، لأن المسألة تتعلق أيضا، ما هذه مسألة سياسية أيديولوجية تتعلق أيضا بصراعهم مع روسيا هذا الموضوع. أنا أشكرك من برلين في ألمانيا الأستاذ ناصر جبار المتخصص في الشؤون الأوروبية، شكرا لك.